سامحك يا كريم. هو ده المرحوم؟ أنا عارفة كان عايش هنا لوحده إزاي. هو فين مراد أفندي؟ مراد يا أخينا. لا دي حاجة تجنن، كل حاجة في البيت ده هس هس هس، دي البني آدمين ما بتنطقش. أنت يا أخينا ما بتردش ليه؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا شريف بيه. الله يسلمك يا مراد أفندي. أهلا. أهلا. شرفت يا منيرة هانم. يا أخويا الجدع ده من ساعة ما جينا وهو لا يبوظ وما فتحش بقه. تصور يا مراد أفندي بنكلمه وما يردش علينا. زي اللي بيننا وبينه طار. لا ابدا يا هانم، ده جاسر هادي ولطيف، هو بس اخرس. طب مش يقول ينطق؟ ينطق ازاي؟ ايوه يعني يقدر يشاور. اعذره يا شريف بيه، اصله كمان اطرش. ما كنتوا تجيبه مكسح كمان. اهلا وسهلا جميله هانم، حمد لله على السلامه. انا عمري ما شفت ناس زيكم ابدا، حد في الدنيا شغل خدام زينا؟ ايه ما بتدفعولوش فلوس؟ والله كل شيء وله سبب. أصل الخدام القديم مات أثناء مرض المرحوم الأخير، ومفيش حد قبل يشتغل هنا لما عرفوا إن الخدام القديم مال. مفيش لزوم، اتفضلوا فوق عشان تستريحوا. ماله الخدام القديم؟ والله كانوا سبب. كانوا إيه؟ ما تخافيش يا ماما، هو في هنا سبعة. حضرتك عارف إن المنطقة هنا على حدود السودان، والقصر مبني في بطن الجبل، يعني بعيد عن العمار. سامع يا شريف. ما تخافيش يا هانم، في العشرين سنة اللي قضيتهم هنا مع المرحوم ما حصلتش غير حادثة الخدام و وإيه تاني؟ في الحقيقة هي كانت غلطة الجنايني، لأنه نسي ونام في الجنينة، قام هجم عليه ضبع. وبعدين؟ وجرجروا لحد الجبل. وكانوا طبعًا. الله أعلم. طبعًا كانوا، يعني كان واخده في الجبل مجرجروا عشان يفسحوا. يا خسارة شبابي ياني. ايه الحكاية يا ماما؟ الانسان معرض للموت في اي وقت وفي اي مكان. احنا في مصر مثلا الواحد معرض تدوسه عربية تدوسه ترمواي. تدوسني عربية؟ معلش يفرمني ترمواي معقول، انما ياكلني سبع واسمعه ودني هو بيقرقش في عظمي يستحيل. انا لا يمكن استنى في البيت دقيقة واحدة، انا لازم اسافر على مصر حالا. تسافر ازاي بس يا ماما؟ انت مش شفت العربية رجعت قدامك؟ انا مستعد ان